بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، نواصل الكلام على الآيات من قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ثم قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا ويريد أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ينهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحزن ويتحسر على الكفار الذين لم يؤمنوا به، لأنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الناس وإنقاذهم من النار. من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم محبته الخير للبشرية، فكان يحزنه إذا رأى الناس لا يقبلون منه ولا يستجيبون له، يخاف عليهم من النار ومن العذاب. وهذا كما في قوله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، كما في قوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يفعلون. وهنا يقول: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي يكثرون من الكفر ويتسابقون إليه، من الكفار والمشركين والمنافقين. لا يهمك أمرهم، لأن الواجب عليك هو البلاغ، وقد بلغت. قال تعالى: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فالذي على الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو البلاغ، وأما قبول الإيمان فهذا بيد الله سبحانه وتعالى. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فمن كفر فإنما يضر نفسه، كما قال تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فالكافر لا يضر إلا نفسه، لا يضر الله شيئا، والمطيع لا ينفع الله شيئا وإنما ينفع نفسه، كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ثم قال سبحانه: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهنا يقول: إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أن الله حرمهم من الإيمان وأوقع عليهم الكفر بسبب من عند أنفسهم، وهو أنهم لم يقبلوا الدعوة إلى الله ولم يقبلوا الإيمان، فالله حرمهم سبحانه وتعالى. يريد الله الإرادة، المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية، فهم إنما وقعوا في الكفر بإرادة الله وقضائه وقدره لحكمة، ولأنهم لم يقبلوا الإيمان ولم
ولم يتركوا الكفر، وذلك باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، فلما اختاروا الكفر على الإيمان فالله جل وعلا حرمهم من قبول الحق وأوجب لهم النار. يريد الله ألا يجعل لهم حظا أي نصيبا في الآخرة أي في الجنة. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، أن من رفض الخير أنه يبتلى بالشر ويعاقب بالعقوبة. وهذا فيه تحذير شديد من عدم القبول للخير، عدم قبول الدعوة إلى الله عز وجل، في أن الإنسان يوقع نفسه في الهلاك، ولهم عذاب عظيم، عذاب لا يعلم شدته وقسوته إلا الله سبحانه وتعالى. فالله حرمهم من الجنة ولهم عذاب عظيم في النار، نسأل الله العافية. هذه عاقبة من لم يقبل هدى الله عز وجل وكابر وعاند. ثم قال جل وعلا: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، يعني استبدلوا، المراد بالاشتراء هنا الاستبدال، أي استبدلوا الكفر وأخذوه بالإيمان فرفضوه، فجعلوا الإيمان ثمنا وجعلوا الكفر مثمنا، فهم استبدلوا الخير استبدلوا الشر بالخير، وبئس التصرف لأنفسهم. اشتروا الكفر بالإيمان، فالذي لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم اشترى الكفر بالإيمان. لن يضروا الله شيئا كما في الآية التي قبلها، وإنما يضرون أنفسهم، فالله لا يتضرر بمعصية العاصين ولا ينتفع بطاعة الطائعين، وإنما يرجع ذلك إلى نفس البشر. ولهم عذاب أليم، هذه عاقبتهم، لهم عذاب أليم أي مؤلم موجع في النار. فهذه عاقبة من اشترى الكفر بالإيمان، أن له العذاب. أما من عكس وأخذ الإيمان وترك الكفر فهذا عاقبته النعيم والجنة، نسأل الله من فضله. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، أي لا يظن هؤلاء الكفار أننا إذا متعناهم في هذه الدنيا وأعطيناهم من ملذاتها وأغدقنا عليهم الأموال والنعم وهم كفار، لا يظنون أن هذا كرامة من الله سبحانه وتعالى لهم، بل هو إملاء واستدراج. قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، استدراج من الله عز وجل. ولأجل أن يتزودوا من الشر فيضروا أنفسهم، فتمديد الأجل لهم وإمدادهم بالأموال والنعم إنما هو استدراج، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.